تضامنا مع الجيش تواصلت الاعتصامات في أكثر من منطقة، فعلى أوتوستراد العبد ببنين عند المدخل الجنوبي لمنطقة عكار عمد شبان إلى قطع الطريق بالإطارات المشتعلة لبعض الوقت. ولن نقبل بأي يد تمتد إلى المؤسسة العسكرية إلى الجيش، سنقطعها أينما كانت ومن من كانت. ونتمنى من أهل عرسيل يتعاونوا مع الجيش لكشف الكتلة، وأهل عرسيل أهلنا، وهي مؤسسة صار كذا مرة يعني منقول خط أحمر، فعلا هي خط أحمر. وعند مدخل البترون قطع أيضا عدد من الشبان الأوتوستراد في الاتجاهين بالإطارات المشتعلة. الجيش الذي كان دعا إلى عدم قطع الطرقات حضرت عناصر منه إلى المكان لفتح الأوتوستراد بمؤازرة عناصر من الدفاع المدني. وفي مبنى بلدية بعلبك عقد لقاء تضامني مع الجيش وألقيت كلمات تحيي شهداء المؤسسة العسكرية. نحن باسم كل أهالي مدينة بعلبك نعلن تضامننا مع الجيش اللبناني، ونطالب كل المسؤولين اللبنانيين من حكومة، مسؤولين حكوميين إلى وزراء إلى نواب، إنه الضرب يد من حديد واعتقال القتلة. وأسف المجتمعون للاعتداء على الجيش الساهر على أمننا وكرامتنا وشرفنا وحدودنا.